انزعجوا جدا، قالوا ان نقيب الصحفيين بيرشح اعضاء المجلس الاعلى للصحافه اللي بقالهم 22 شهر بيعدوا في قوانين الصحافه وعطلوها، ما صدقنا ان جاي البرلمان عشان يمشوا ونقول لهم شكرا، باعت اسمائهم عشان يترشحوا معينين في البرلمان. لا نريد لاحد من هؤلاء، بقول لسيادتك الجماعه الصحفيه لا تريد باي من اعضاء المجلس الاعلى للصحافه ان يكون معينا في البرلمان. يا فندم البرلمان لو سيادتك عايز تاخد واحد من الصحفيين، ما اكثر اساتذه المهنه وما اكثر خبراء المهنه، بعيدا عن هذه المجموعه السياسيه من فصيل سياسي واحد بقت في المجلس الاعلى للصحافه، اعاقت مسيره تطوير المؤسسات الصحفيه القوميه، لم تكن ادت اداء يتواكب مع اداء سيادتك ومع اداء الفريق مميش في قناه السويس، بالعكس عطلوا منظومه اداء الصحف القوميه والمؤسسات الصحفيه القوميه. لما عايزين النهارده بيتطلعوا لان سيادتك ترشح واحد او اثنين منهم يبقوا اعضاء بالبرلمان، انا بقول لك يا سياده الرئيس الجماعه الصحفيه ترفض ذلك تماما. احنا بنقدر سيادتك وبنقدر حسن اختيارك، واحنا واثقين انك هتختار الشخصيات المرموقه اللي هنفتخر بيها وهنزهو بيها وهتسري هذا البرلمان. اكرر الجماعه الصحفيه لا تريد لاي من اعضاء المجلس الاعلى للصحافه او لنقيب الصحفيين الحالي او السابق ان يكون عضوا معينا بالبرلمان.